السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هوكم فيصل السيف، وهذا جوال الـ LG V30S Think من نفس شركة LG. الجوال اللي نشوفه هو V30، ولكن أضافوا كم حاجة خلينا نتكلم عليها سوا. بس قبل خلنا نعطي المواصفات العامة. فنتكلم على شاشة 6 إنش Quad HD 18:9 الأبعاد حقتها، ونتكلم Full Vision Display المسمى حقها، دقة البكسلات 538 بكسل في الإنش الواحد، 2840 في 1440. الكاميرات 5 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية، وتعتبر زاوية عريضة، نتكلم على F2.2، أيضا 90 درجة الزاوية حقة الكاميرا. نجي للجوال من الجهة اللي ورا، نتكلم على كاميرتين 16 ميجا بكسل و 13 ميجا بكسل. 16 ميجا بكسل اللي هي الزاوية العادية F1.6 وزاوية 71 درجة، أما العريضة فهي 13 ميجا بكسل وايد أنجل F1.7، وهذا هنتكلم عليها بعد شوي. ولكن أيضا هنا عندكم اللينز زجاجية، اللينزات الداخلية تعتبر زجاجية حقة الكاميرا مش الغطاء اللي فوق هذا. عندكم من ناحية الأوتو فوكس، ما الأوتو فوكس أكيد LG حط الخصائص. الأشياء الباقية لو تكلمنا عليها، نتكلم على أكيد المعالج الكوالكوم سناب دراجون 835، 6 جيجا بايت من ناحية الذاكرة، وأيضا سعة تخزينية 128 جيجا بايت. مايكرو اس دي، مايكرو اس دي وين يجي من هذه الجهة المايكرو اس دي. أيضا عندك مسألة الشريحة، عندكم 3300 ملي أمب مدمجة داخل الجهاز، منفذ اليو اس بي تايب سي هنا موجود، نتكلم على واي فاي إلى اي سي، البلوتوث نسخة 5 بي ال اي، أيضا عندكم ال ان اف سي، واليو اس بي تايب سي لازم نقول انه نسخة 2.0 وكمباتبل مع 3.1. مسألة الذكاء الصناعي اللي حطوه في الكاميرا على اساس تعرف ما تعرف واشياء الكاميرا تقعد تضبط عليها، هذه يبغى لها تجارب ويبغى لها اشياء كثيرة. أيضا مسألة انه العدسة حقت نفس اللينز تكون زجاجية، العدسات الداخلية يقول انها تعطيك صفاوة اكثر في اخذ اضاءة اكثر على اساس انها تضبط لك الصور، فهذه احد الاشياء اللي قاعد اتكلم عليها LG. ولكن الموضوع يبغى له كثير تحليل على مسألة الذكاء الصناعي. وايضا الجوجل AI هو مساند شخصي جميل، لو تكلمنا على اسيستنت اول هو مساند شخصي جميل، ولكن ما في امكانيات باللغة العربية بشكل كبير، هذا يمكن عائق امام هذا الموضوع. نتكلم عن امكانيات التصوير الموجودة في الكاميرا، فانتم شايفين هذه الزاوية العادية ونفس اللي تشوفوا بحطها، بس عشان اوضح الزوايا حقت الكاميرا، شايفين يدي كيف؟ عندكم شوية تبقر موجود او شوية انحناء، ولكن يظل. عندكم الشحن اللاسلكي، عندكم البصمة موجودة من الجهة اللي ورا، هذه البصمة، وايضا البصمة حتكون زي زر. عندكم هنا ما في اي زر من جنب ولا من فوق، عندكم مايك فوق ومنفذ سماعة فوق، عندكم ايضا هنا رفع الصوت وخفض الصوت. بالتأكيد LG ما طلع الجوال جديد هذه السنة، ولكن قاعدين يسعوا انهم يقووا مسألة V30 لما يضبطوا خططهم واشياءهم. هذا يجي منه لونين، موجود عندكم اللون هذا، وموجود عندكم لون مسمينه موروكن بلو، الحين نطلع لكم لقطة عليه، وايضا نهاية الفيديو كل فيديو تفاصيل هذا الجهاز من ناحية سعر توفر لاحقا حتكون موجودة لمنطقتنا، واذن الله حنسوي وقتها فيديو ثاني عليه. في نهاية الفيديو كل فيديو كالعادة، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.